كل أكلة ليها قصة ورواية، والنهاردة هنعرف أصل الحكاية. تابعونا هنعرف كل يوم أكلة وكل يوم قصة وكل يوم حكاية. طبق بيتكون بشكل أساسي من الرز والمية والحليب، وأضفنا إليه مكونات أخرى زي القرفة والزبيب، وكمان بنضيف إليه السكر. يا ترى عرفت الطبق بتاعنا ايه؟ النهاردة هنتكلم عن الرز باللبن. الرز باللبن من الأطباق الرسمية في كل الأعياد والمناسبات في البيت المصري. على الرغم من انه مش من الأكلات المصرية الأصيلة، لكنه انتشر الرز باللبن في القرن الخامس عشر الميلادي في الدولة العثمانية. كان من الأطباق الرسمية، وكان بيوصف الأطباء الأتراك كعلاج لمشاكل المعدة. اتنقل طبق الرز باللبن للمطبخ المصري أيام الدولة العثمانية، لكن المصريين ما كانوش بيستخدموه كدواء زي ما عملوا الأتراك. كان المصريين بيقدموه كطبق حلو على المائدة المصرية، فبعض الأحيان كانوا بيقدموه لزوار الأضرحة والمساجد الكبيرة في مصر، حتى أصبح طبق للتقرب لأولياء الله الصالحين. وأضاف المصريين على الرز باللبن بعض المكسرات والزبيب، وبكده أصبح وجبة متكاملة بيفضلها المصريين في المناسبات والأعياد، وخصوصا في رمضان. وطوروا الوصفة وبقى فيه كمان أرز باللبن وأرز فرن وأرز عادي. يا رب تكون الطبق عجبكم ويكون القصة عجبتكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب علشان القصة توصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وكمان هسيب لكم لينك الوصفة في الديسكريبشن علشان تقدروا تعملوه. وإن شاء الله أشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.